إسرائيل ما زالت تحاول الاستيلاء على القدس واستيطان المنطقة المحيطة بها عشان تنفذ مصطلح تهويد القدس، وهو تحويل المدينة أو المنطقة كلها إلى طابع يهودي وإلغاء الطابع الإسلامي الموجود في المنطقة. ده بكل بساطة هيساعدهم في أنهم يمنعوا المسلمين أنهم يدخلوا القدس والمسجد الأقصى مرة تانية. قصة وما فيها واللي بيحصل دلوقتي في حي الشيخ جراح واللي حصل قبل كده في أكتر من حي وأكتر من منطقة حوالين القدس. حاكم الكيان الصهيوني أصدرت قرارات بتحويل هذه المنطقة وتسليمها إلى المستوطنين من إسرائيل. بالتالي الفترة اللي فاتت بيحاول المستوطنين من اليهود إنهم يخرجوا حوالي 500 فلسطيني من بيوتهم، يشردوهم في الشوارع، يستولوا على بيوتهم وحياتهم كأن حياتهم دي ملك إيديهم يتصرفوا فيها زي ما هم عايزين. خلال الأيام اللي فاتت كان بيتم سحل وضرب وتشريد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والاعتداء عليهم أثناء الإفطار. تخيل صحاب الملك بيعتدى عليهم من مجموعة من المشردين المقطعين في الأرض اللي ربنا غضبان عليهم من قديم الأزل إلى يوم القيامة. اليهود هم أصلا مقطعين في الأرض ما لهمش مأوى ولا مكان، استولوا على أراضينا في فلسطين عام 1948 بدون أي حق، أطلقوا إشاعات عشان الناس تفقد تعاطفها مع الفلسطينيين إن هم اللي باعوا أرضهم، ولكن في الحقيقة غير كده خالص. ما يملكوش في فلسطين شبر واحد، ولكن وصلوا اللي وصلوه ده بمساندات خارجية. تخيل العالم اللي عرفنا بحقوق الإنسان والإنسانية واقفين بيتفرجوا على الناس وهي بتتهجر من بيوتها، بيقتلوا عشان بس بيحاولوا إنهم يحافظوا على بيوتهم وعلى ممتلكاتهم. تخيل العالم ساكت قدام ناس عايزة تعيش بأمان وسلام، وناس تانية بتعتدي عليها وبتطردهم من حياتهم كأنها ما جاتش. تخيل إحنا واقفين بنتفرج وملناش اي دور. مش كفايه الاراضي اللي محتلينها من 1948، لا ده بيسعوا للمزيد والمزيد. القصه دي معروفه تنتهي ازاي؟ يوصلوا للي هم عايزين، يستولوا على البيوت اللي هم عايزينها. دي مخططات معروف بدايتها ومعروف نهايتها، واحتمال قريب جدا يستولوا على المسجد الاقصى نفسه. بالنسبه لنا القصه دي معروفه، هتاخد معانا يوم ولا يومين وتنتهي زيها زي باقي القصص وباقي الحكايات. للاسف احنا خذلنا القضيه الفلسطينيه على الاقل في الوقت الحالي، لكن صدقوني النهايه معروفه. النصر حتمي في يوم من الايام. علموا اولادكم ان عدونا الاوحد هي اسرائيل. علموا اولادكم ان عدونا الابدي والازلي ليوم القيامه هي اسرائيل. حفظوهم القضيه الفلسطينيه وفكروهم دايما بيها. فهموهم ان احنا فشلنا وان النصر ممكن يكون على ايديهم. طلعوش اجيال جهله بالقضيه الفلسطينيه، طلعوا اجيال بتحلم باللي احنا ما قدرناش نحققه. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أرى سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما،